السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم. اليوم الحمد لله أم نبيل موجودة معنا. كيف حالك يا أم نبيل؟ الحمد لله، والله حبيبتي ربنا يسعدك ويبارك فيك. حياك الله. يلا احنا سورة الماعون تقرأيها نشوف اتقانك فيها. يلا توكلنا على الله يا رب دائما وابدا يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارايت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ممتاز ممتاز. اللهم بس غنة الصلاة عن صلاتهم جبتيها مرققة، وإحنا قلنا الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا، فبنقول إيش؟ عن صلاتهم، فلازم نفخم الغنة. تمام؟ حاضر هعيدها تاني. ماشي يلا. ماشي. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بارك الله فيك. ممتاز يا أم نبيل. بس بدي تسجيل السورة اللي بعدها خليها بفيديو لحاله، بس بدي أرد على بعض الناس اللي أنا لحظة يا أم نبيل، في بعض الناس أنا بعد حطيت فيديو عن إنه لا تأخذوا أدوية الكوليسترول. أنا أعطوني كذا نوع من أدوية الكوليسترول كلياتها جابتني لورا، فواحدة بتكتب لي بتقول لي طيب إيش العمل؟ سهل جدا، عندك تاخذي زيت الزيتون على الريق بروح بشيل عنك الكوليسترول باذن الله تعالى. تاكلي الخضار الورقيه المليانه الياف، الالياف دائما بتسحب الكوليسترول الضار. عندك قشور السيلينيوم، هاي برضو بتساعد على انه تخفض الكوليسترول الضار. هذا اللي أنا توصلت إليه عن طريق بحثي يعني. فحقا زيت الزيتون شربا على الريق وما تاكليش بعديها بنص ساعة أو ساعة يوميا يوميا بإذن الله تعالى الكوليسترول بيخف عندك يا أخية. أما الأدوية حقا والله وعن تجربة، أنا قلت يلا يا بنت امشي وراء كلام الدكاترة، والدكتور قال لي بنصحك خدي يعني خوفني، فقلت يا بنت يلا مشي. أخذت أحس جسمي بالمرة مش عزية أنا، وين النشاط وين الحيوية اللي فيي؟ كانت ما في، كله راح بسبب أدوية الكوليسترول. وغيروا لي إياها كذا واحد، وآلام في المفاصل، آلام في العضلات يصير عندي. انا بدي اطلع من كوليسترول اروح لامراض تانية؟ لا. فالحين انا الحمد لله متبعة هاي قشور السيلينيوم وزيت الزيتون على الريق، والحمد لله رب العالمين واموري تمام. طبعا الخضار الورقية والاشياء هذه دائما السلطات هاي تكون معاك، وعليها كمان زيت زيتون. مية مية جاوبنا لك يا حلوة. أيوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى اللقاء.